السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. كنتمنى إن شاء الله أنتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا تكونوا في أفضل حال. اليوم جبنا لكم واحد العرض ممتاز ديال واحد الشقة اللي كتباع في حي العمران سلوان. الشقة فيها 118 متر كاري، 118 متر مربع، واحد المساحة كبيرة ما شاء الله، ثلاثة البيوت، جوج الحمامات، صالون وكوزينة. في الدخلة مباشرة كنلقاو الصالون كما كتشوفوا. هاد الشقة هادي راه كتباع مفرشة أولا خاوية كما بغى بنادم كتباع. الاثمنه راه غنعطيو لكم في الاخر ديال الفيديو، الثمن ديال البيع مفرشه والثمن ديال البيع خاويه. صراحه الثمن مناسب نظرا للمساحه ديال الشقه والاثاث اللي كاين فيها، وحتى البلاصه ديالها الصراحه البلاصه كالم ديال السكنه العائله. الشقه راه مجهزه بكل شيء ديالها، اللي باغي ياخذها كبالاثاث راه مفرشه بالتلفازات ديالها بلا كليم ديالها بكل شيء. كاين فيها بالكون وكاين فيها حتى الباتيو في الكوزينه، عاوتاني حتى الكوزينه ديالها مجهزه، واحد لافينيسيون ممتازه كاينه في هذه الشقه هذه الصراحه، لا من ناحيه الديكوراسيون ولا الصباغه ولا الاضاءه، كل شيء فيها مزيان. هنا كما قلنا راه فيها ثلاثه البيوت وصالون، ولكن هي مفرشه جوج صالونات وجوج بيوت. اللي بغى ياخذها مفرشه راه غياخذها هكا على هذا الاساس، اللي بغى ياخذها خاويه راه يكون عنده ثلاثه لي شومبر وصالون. هنا كاين واحد البالكون ما شاء الله، في واحد الكليسه رائعه. حتى الاثاث وداكشي كلشي باقي نقي، كلشي باقي جديد كما شفتوا. راه كاين تلفازه في الصالون الاخر، كاين تلفازه في هذا الصالون، هذا لاكليم موجوده تما، جوج الحمامات، واحد بطبيعه الحال كيجي في الوسط ديال الشقه، وواحد كيجي في البيت. كاين الصالامونجي هنايا في الوسط، صراحه عنده واحد الفصاله مزيانه ومساحه كبيره. حتى الحمامات كما كتشوفوا حمامات كبارين، يعني عندك المساحه ماشي شي حاجه صغيره مدحسه، لانه تبارك الله ما شاء الله 118 متر كاري اللي فيها. بالنسبه للطريقه ديال البيع ديال هذه الشقه هذه، هي راه دابا هذه راه نورمالمون وداديه. اللي بغى ياخذها راه يقدر يخرج السيد اللي مولاها، يحط حيد السميه ديالو، دخل السميه ديالو تما بلا لي فخي د النوطر. يعني حتى الا شريتيها ما غاديش تدوز عند النوطر، وما غاديش تخلص بزاف، ما تخلصش كاع حتى شي حاجه. اللي بغى يمشي مولاها يهز له التحفيظ ديالو ويمشي يشريها من على النوطير ويخلص لي فري ديال النوطير، كاينه الامكانيه. عاوتاني كيما بغى بنادم يشري، بغيتي تدخل في سميتك في التحفيظ ديال الوداديه، يعني تدخل معاهم تما راك ما غتخلصش النوطير، ما غتخلص والو، يعني غتخلص غير البارتما ديالك بلا ما تخلص الاوراق باش غتشري بلا والو. ما بغيتيش داك اللوفخ هكا، يخرج لك السيد التحفيظ، يمشي يهز لك التحفيظ ديالها بوحدها وتمشي تخلص لي فري ديال النوطير، الاتعاب ديال النوطير شحال كيتقاموا بالبورسانت باش كيخدموا. هنا كما شفتوا الكوزينه راه دازت، كوزينه مجهزه كومبليتوم بكل شيء ديالها. البيت اللي فيه الحمام بالبلاكارات ديالو، بالناموسيه ديالو، بكل شيء. صراحه واحد الشقه ممتازه كما قلنا، لا من ناحيه الديكوراسيون ولا من كل شيء. حتى هذا البيت هذا فيه التلفازه ديالو ولا كليم ديالو، صح سعدات اللي غادي تكتب له هذه الشقه هذه. حتى الثمن ديالها مناسب، الا شفنا المساحه 118 متر كاري وبالاتات ديالها بكل شيء وفينيسيون مزيانه بزاف، راه الثمن مناسب صراحه. حتى الحمام اللي كاين في البيت كما كتشوفوا راه كبير، ماشي حمام صغير، الحمام اللي كاين في البيت كبير، والاخر اللي جاي في الوسط ديال الشقه اكثر من هذا. عاوتاني راكم شفتوه معنا، الناس اللي عندهم الغرض بغاو يشوفوا هذه الشقه هذه ولا انتريسي بها بغاو يشريوها، اتصلوا بنا على الرقم ديالنا 0644-01-70-00 من نهار الاثنين حتى النهار السبت، من 9 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه. هنا البيت ديال الدراري فيه جوج ديال الناموسيات حتى هو. اذا ما مشينا نهار اليوم للعرض نجي لابارتمون يتمن زندي سروان العمره، بارتمايا ذي 118 متر تسدي 4 ايطاج ديني لاسانسور، تمنزاس الاثاث النس مفرشه نيخ خوا مش ما يخص بنادم اثيسق اثيسق هذا منوش الثمن خثنين الحوايج، يعني خوا الثمن مفرشه. بارتما 118 متر دي ثلاثه بيوت، اثنين حمامات، كوزينه دو صالون، ولكن الثلاث ما مش ثلاث اثنين صالون، اثنين بيوت و الصالون من الزواد يدخل انت فيه مباشره. صالون ضم قراني السوس التلفازه نس كليمه نس قديس ثلاثان تلفازات، صالون ديس تلفازة، صالون نظرية مزيان ديس تلفازة، ربيت ديس تلفازة، كليمة تعاود.
يجن ديكوراسيون الصباح حتى سبارت ما كتعاود تكمر ديال لا فينيسيون لا بانتورا لا كلشي عاود دايس كوزينه عاود دايس مجهزه تكمر كيجيو مشاني الصباح حتى كالم بالنسبه للعائله غاسي جن تفسير الصباح دايس بالكون دانيتاتي او هذا البيت ماشي انت ما يمشي السرخو يسو صالون دا مزيان باش ما يخص بنادم يخص تي صغا مو تسو عتي جامودوني انت يخص تي سخوا مرحبا عاود قديس بالكون ديسي جن جلسات الصباح ما شاء الله. بالنسبة ثانية تاتي وني خصنا تيسغ أقف محفظة كوشي ذي الودادية وني خصنا تيسغ أذي كسيس من باب مبارتما أديا فانتاسيس من نسديني قوة تخديس شارش وغض ويتخديس والو فهمت يعني باتر تساغد تخديس ذي لابارتمانش وني خصن هذي راح ديسغ عن طريق النوتير قاد ذي خدس لفخين النوتير عاود وذي نبول مشكلة كسين تحفظ هذي راح هذي سخ النوتير هذي خد سلف خي النوتير خلاص نجم بورسنتاج النوتير هذي سخ السني يعني دي كلتا الحالتين ممكن البيع نتحاول هذو من السيوض المعلومات ما ربش بنادم خمي كين غي السيور يسنمخ كين غي السيور شنو باركي ذي نيمشا نغا ثواث ماني غي باركا بنادم ولكن هو غاز شا باركي ذي لاكا بني غامو امشان غا ثواث وها تبارك عندي نيوذان التصني وذن تبارك عندي ني دينا مشان ما شاء الله ثلاث كوزينة كوزينة قد تم قرانت غاسيجن الباتيو مجهزة عاود سكوشي النسك صراحة غاسيجن كوزينة الصباح إذا نعود نذكركم بالمعلومات أن الشقة هذه كتباع في سلوان العمران فيها 118 متر كاري جاي في الكاتريام ايطاج تما لاسانسور ما فيهاش الباركينغ ديال السياره ولكن كاين البلاصه فين تبارك عند الباب وكاين الناس كيخليو تما السيارات ديالهم يعني واحد البلاصه نقيه ما فيها لا الشفره لا هادي لا والو كتباع بالاتات ديالها مفرشه بكلشي يعني مجهزه او لا خاويه كيما بغى بنادم ياخذها كاين الامكانيه الثمن غادي نعطيه لكم من دابا شويه فيها كل شيء باقي نقص صراحه واحد لا فينيسيون ممتازه صراحه هذه واحد الفرصه ما كتعوضش اللي باغي يشري شي بارت مسوا خاويه سوا مفرشه مساحه كبيره ما شاء الله التفصيله ديالها مزيانه بزاف دابا الثمن الثمن هكا مفرشه قلنا 118 متر كاري ثلاثه البيوت وجوج الحمامات صالون كوزينه مجهزه احسن تجهيز 79 مليون سنتيم 79 مليون سنتيم هكا كما كتشوفوا لابارتمون بكل شيء ديالها اللي بغى ياخذها خاويه 69 مليون سنتيم كتربح شقة ما شاء الله كبيرة بكل شيء ديالها عاوتاني اللي بغاها خاوية 69 مليون سنتيم اللي بغاها مفرشة 79 مليون سنتيم كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم دائما الفيديوهات ديالنا كنتمنى إن شاء الله تكونوا دائما في أحسن حال واللي عنده باش يشري شي أبارتمون الله يسهل عليه واللي ما عندوش ربي يجيب له إن شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد مع عرض جديد ومن هنا حتى تما كنقول لكم كما العادة نشوفكم على خير والسلام عليكم.